من بدري. لأنه كان في كلام عن أنه السفيرة الفرنسية بجولتها الأخيرة على القوى المسيحية كانت كتير حريصة أنه تستوعبهم، لأنه صار في غضب مسيحي من الدور الفرنسي. مش بس غضب مسيحي، حتى المعلومات أنه السعوديين أنفسهم ما بدهم يروحوا على أي تسوية إلى علاقة بالانتخابات الرئاسية إذا لم تكن هناك موافقة خصوصا من القوات اللبنانية. ممكن هن يأسروا بس ما بدهم يعني انه هن يضغطوا. الان هن شو عم يطرحوا السعوديين؟ في عندنا مواصفات، مين ما بيجي ما عندنا مشكله افتراضا، بس كمان ما بدهم ينوبوا هن عن المسيحيين. لذلك فرنسا شو عم تعمل اليوم؟ عم بتحاول يعني تعمل قالب جميل او جديد للتسويه، بدل ما تقول انه بدي فلان، تعالوا نتفق على مشروع متكامل على ضوءه. نعم بيصير بيجي رئيس جمهورية. يعني يعني بس بدي أسألك، يعني اللي عم تقوله حضرتك أنه فرنسا اليوم عم تحكي مع القوى المسيحية أنه تعوا شاركوا فيها لهالتسوية. أي طبعا، تعوا شوفوا شو بدكم، وخدوا دور بقلب الحكومات. لذلك طرحت حسب المعلومات، هلأ صح مش صح ما بعرف، يعني هذا واحد بيسمع أنه تعوا أنتم، مش أنتم بتعتبروا حاكم مصر في لبنان أهم يمكن من رئيس الجمهورية؟ ما نحن بنعرف أنه وقت ما صار في أزمة بين العماد ميشيل عون اللي كان رئيس جمهورية وأقوى رئيس جمهورية وعنده كتلة وحاكم مصر في لبنان، انتصر حاكم مصر في لبنان على رئيس الجمهورية. وقت ما صار في أزمة بين رئيس الحكومة وحاكم مصر في لبنان، انتصر حاكم مصر في لبنان. بس هذا عنده أسبابه، يعني عنده أسباب رئيس بري يعني ورئيس مصر هون من هون أهمية داعمين حلفاء استنافنجي من هون عم نقول أنا مش كانوا رياض على راسي سلامي. على راسي بس الفكرة هي يعني غير الفكرة اللي عم نقولها أنه حاكم مصر في لبنان بلبنان هو حاكم أهم من كل هولي عامل الحكومة بعد شوي. لذلك الفرنسي قالوا له للقوات اللبنانية حسب بعض المعلومات تعالوا خذوا كميل أبو خدوا سليمان، كميل أبو سليمان بيجي حاكم مصر في لبنان، ومن بصير موضوع سليمان فرنجي بصير مقبول. ليش حزب الله اليوم وافق على كميل أبو سليمان ليجوا الفرنسيين يقولوا؟ ما عندي معلومات هلا حزب إذا وافق أو لا، بس حزب الله بالنسبة له بيعني له أكثر رئاسة الجمهورية افتراضا، الحكومة راح يكون شريك فيها يعني. طيب وشو كان موقف القوى المسيحية من هذا العرض؟ ما بعرف يعني لهلا حسب المعلن القوى المسيحية بعدها في القرن السادس عشر أو الرابع عشر، يعني ما بعرف إذا شو يعني؟ يعني بعدهم بعقل قديم. شو العقل القديم؟ العقل القديم هو رفض سليمان فرنجي، العقل مش رفض سليمان، رفض الحوار، رفض الحوار يعني رفض البحث. بعدهم بدهم ينزلوا على هذيك. طبعا أنا مش بغض النظر تيار الوطن الحر جبران بسيط بهذا الموضوع كان متقدما، نعم، رغم انه يمكن واحد بيعمل ملاحظات على خطابه وعلى ادائه احيانا كيف بينفعل، بس اول واحد طرح تعالوا نتفاهم على مشروع، نعم، وطرح مجموعه اسماء جبران بسيط حتى بالاسماء. هلا جبران بسيط عقل قديم ولا عقل جديد؟ جبران بسيط بالتصرف الان رجع العقل القديم، ما بعرف بيتغير. ما جبران بسيط ما بتعرفي كل يوم بس ساعه بتحسي متطور بده دوله مدنيه. إيه لجبران بسيط إيه؟ مين بالعقل الجديد؟ بعقل جديد مين من القوى السياسية بالعقل الجديد؟ للأسف هذا العقل القديم مسيطر على الكل. بدك هلا يمكن أنا الواحد بيعتبرني مرة اتهمني هلا زميلنا وصديقنا الكبير ومعلمنا الدكتور رضوان السيد إنه أنا بحسن صورة حزب الله. أنا بوجهة نظري المتواضعة إنه اليوم حزب الله أكثر طرف لبناني عم بيتطور، بمعنى إنه مش واقف عند خيار عليك وعم بيطرح. شو موقف حزب الله من الرئاسة؟ هل هو متمسك بسليمان فرنجي أو لا أحد؟ حزب الله بالنسبة له سليمان فرنجي هو الحليف وهو الخيار، هو رجل الثقة. نعم. بس بنفس الوقت حزب الله علنا عم بيقول نحن تعالوا إلى حوار. نعم. طبعا هو ما حدا بيجي بفاوض بيعمل خيارات تانية، بس بمعنى أنه حزب الله أنا تقديري حزب الله إذا وصلت لمحل معينة مقفل بوجه سليمان فرنجي، راح يضل حزب الله متمسك بسليمان فرنجي، لأنه حزب الله هلأ أولويته الحفاظ على البلد. الوحيد اللي عم بفكر بعقل متطور، أنا هيك رأيي هلأ، والله هذا الكلام ليس مدحا وليس مجاملة. نعم. البعض بيعتبر أنه أنا كنت أول منتقدين لحزب الله من سنتين ونص. وكنت عم بدأ حزب الله بهذيك الفترة. علاقتك بحزب الله يعني أنا ما أنا 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 ما أقتنع يعني به، يعني عنده جذر كتير. أنا ما أقتنع به أقوله علنا. نعم. سواء أنا هذه مشكلتي يمكن مع الإخوان بحزب الله وما غيرهم، بيقولوا إذا عندك وجهة نظر. بس كنت أنت من أول الناس اللي قلت أنه اليوم حزب الله منفتح على الحوار، وبمعنى أنه إذا وجد أنه طريق سليمان فرنجي مقطوعة فهو منفتح على حوار حول. لذلك هلا هل بالمعلومات بنفس المكان بالمعلومات حزب الله لم يقطع الطريق للتواصل مع أي شخصية مرشحة لرئاسة الجمهورية. علاقته مع جوزيف عون منيحة، فتح علاقة مع جهاد أزعور،
بس فتح علاقه مع مير ريحاني. مير ريحاني كلام النائب محمد رعد اليوم يلي قال فيه انه بيقولوا لنا مرشحين من صندوق النقد، لا مرشح، وهيدا التصريح الشهير يلي طلع بيقولوا لنا مرشحين من صندوق النقد، شو يعني؟ يعني هن موظفين عند سياسات الاستكبار، ما كان بيعني ضوء احمر على جهاد أزعور؟ انا تقديري انه حزب الله اليوم مش عامل ضوء احمر على حدا، يمكن الوحيد اللي عامل عليه ضوء احمر هو ميشيل معوض، لسبب انه ميشيل معوض هو ما تطور برؤيته لحزب الله وما قدم مبادره حواريه. ولو ميشيل معوض انا طلعت التقيت فيه للاستاذ ميشيل معوض وانا كثير ارتحت له وشخصيه هيك شبابيه وشغله، بس انا كنت قلت له مجرد ما انت تصير مرشح رئاسي شو لازم تعمل؟ لازم تطلع من عند القوات اللبنانيه وتقدم خطاب جديد، خطاب ابن الضاحيه يسمعك وابن الجنوب بيسمعك، مش بس نعم. سمير جعجع او معراب او هذيك، لازم يسمعوا كل الناس، وهذا هو المطلوب. الحزب الله حسب معلوماتك معظم المرشحين لرئاسه الجمهوريه اذا طلبوا لقاء عم يلتقي فيهم وعم بيقعد معهم وعم يستقبلهم، حتى المرشحه مثلا مي الريحاني اللي جاي من امريكا عملت لقاءات مع نائبين من حزب الله وعندها استعداد لتقدم رؤيه جديده وتقول لك انه انا مستعده. طيب هذا المؤشر انه حزب الله تارك الباب. هلا طبعا لا راح نتخلى عن سليمان فرنجيه، لانه بعد ما في